تحياتي واهلا بحضراتكم، ولقاء بيتجدد يوميا في برنامج من القاهره، محاوله منا لرصد اهم واخر الانباء المحليه في المقام الاول اللي بتهم حضراتكم بالتاكيد اغلب الاخبار او جميعها عن فيروس كورونا. وببدا مع حضراتكم بهذا الخبر الخاص بالشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي. نشر تغريده على مواقعه بشبكات التواصل الاجتماعي تضمنت ان سموه بحث مع الرئيس السيسي العلاقات الاخويه الراسخه وسبل التعزيز لهذه العلاقات وأهم القضايا والتطورات الحالية والجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف الانتشار واحتواء التداعيات. وفي متن هذه التويتة أيضا دعا ولي عهد أبو ظبي أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه. بننتقل لمجموعة أخرى من الأخبار المحلية وبنبدأها مع تصريحات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أكد في هذه التصريحات على أن العمل بالمصانع خلال الفترة الحالية موجود ومستمر، وأشار أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومن المعروف أنه التعامل مع العربات اللي بتقوم بالنقل للاحتياجات الغذائية والمواد والحصرات الزراعية موجودة لا توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع اللي ترأسه رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة حركة العمل بالمصانع ومصانع المواد الغذائية والأدوية بشكل عام والإنتاج المستلزمات الخاصة بها. أكد كمان بالتأكيد على ضرورة أن هذه المصانع تلتزم بشكل كامل في تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة العاملين بها. بننتقل للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. أوضحت النهاردة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون، هذا المشروع خاص بالعلاوات الخمس الذي أعدته الهيئة. الوزيرة في التصريح قالت أنه هذا المشروع وافق على صرف زيادة تضاف لمعاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة، وهي العلاوات التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش. القباج أضافت أنه هيتم تعديل معاشات الحالات اللي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وأضافت أنه 80% من قيمة العلاوات الخاصة لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق هذا المعاش، وهيتم فرق متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. مواعيد الصرف هتحدد في جدول زمني يظهر خلال أيام. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى مجموعة من الشائعات والمنشورات ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إضافة لقرارات الدولة، إشاعات عن زيادة كبيرة في الرواتب، عن تحمل الدولة رواتب للقطاع الخاص بالكامل، عن إعفاءات ضريبية عامة، وعن تخفيضات على أسعار المواد البترولية. كل هذه القرارات غير صحيحة على الإطلاق، منها مثلا كمان ان الحصول على اجازه عامه لكل القطاعات بالدوله والقطاع الخاص بشكل كامل. مجلس الوزراء اكد انه القرارات الخاصه بمجلس الوزراء او اللي اتخذتها الحكومه قرارات واضحه وبتقال على لسان المسؤولين، ولم يصدر على الاطلاق اي قرار بهذا الشان مما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الانباء المغلوطه تهدف لاثاره البلبله ومحاوله متكررة لزرع الفتن لتأكيد اتخاذ قرارات لم تتخذ. طيب، متابعة لحالة الشارع، والحظر بالتأكيد دخل يعني معاده من 3 ساعات تقريبا، والأحوال في الشوارع رصدت على مدار الساعة، ومعاكم لمزيد من الرصد لأحوال الشارع المصري في هذه اللحظات بينضم إلي أحمد ممدوح من منطقة وسط البلد وياسين سيف من ميدان الكربة في مصر الجديدة. أبدأ معاك أحمد، وما الذي يحدث لديك الآن في الشارع؟ تفضل.
نعم، أتحدث إليكم الآن من منطقة وسط البلد وبالتحديد من ميدان طلعت حرب. هذه المنطقة الأكثر تجارية كانت تشهد إقبال متوسط اليوم قبل تطبيق قرار الحظر. الآن وفي هذه الساعة من تطبيق قرار حظر التجول من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، هناك إغلاق كامل للمحلات التجارية والمطاعم والكافيتريات تنفيذا لتعليمات أجهزة الدولة بقرار الإغلاق الكامل لجميع هذه المنشآت تنفيذا كإجراء وقائي للوقاية من فيروس كورونا وحماية المواطنين. المحال التجارية وأصحاب المحال التجارية التزموا بهذه التعليمات الوقائية، فهم لم يفتحوا أبوابهم اليوم السبت، وأيضا كانوا التزموا أمس بعدم فتح محلاتهم، وهناك وعي كامل من أصحاب المحال التجارية بتنفيذ التعليمات الوقائية الصادرة في هذا الشأن. كما نشاهد محلات مغلقة تماما حظر حركة التجول في الشارع من جانب المواطنين، هناك تواجد أمني مكثف أحمد لرجال الشرطة في الشارع لتوافر أيضا يعني ومتابعة التزام الشارع بحظر التجول وأصحاب المحال التجارية. هل يعني احنا بنتكلم على واحد من أكبر الميادين الموجودة في منطقة وسط البلد، ومن الواضح في أكمنة، أنا أعلم أنك قمت بجولة في الشوارع الداخلية لهذه المنطقة، الحال بينطبق بنفسه على الشوارع الداخلية البعيدة عن الميادين، التزام بحظر التجول بشكل كامل وغلق للمحال؟ تفضل. جميع الشوارع هنا في منطقة وسط البلد بتشهد دوريات أمنية وارتجازات أمنية ثابتة ومتحركة من خلال سيارات تجوب هذه الشوارع داخل وسط البلد لمدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقانون الحظر، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية في حال اتخاذ أي أحد محاولة اختراق هذا الحظر. كما نشاهد سيارات لدوريات الأمنية والشرطة تتجول في شوارع منطقة وسط البلد لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بحظر التجول، وأيضا يعني في إشادة من رجال الشرطة بتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالتعليمات الوقائية الصادرة في هذا الشأن. المشهد هنا بيدل على وعي المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالتزام التعليمات الوقائية، كما نشاهد محلات مغلقة وأيضا حظر التجول داخل الشارع وتواجد أمني مكثف، وهو ما نحتاج إليه في هذه الفترة حتى نعبر بالبلاد إلى بر الأمان والسلام من هذا الوباء العالمي. أنتقل ياسين سيف، في واحد من أكبر ميادين منطقة مصر الجديدة في شرق القاهرة، وطلعنا على أحوال الشارع، لديك ياسين. تفضل. نعم، بعد التحية، بالفعل في رابع أيام فرض حظر التجوال في مصر لمواجهة ومجابهة انتشار خطر فيروس كورونا بالبلاد، يعني حالة من الالتزام التام، حالة من الوعي وحسن التعاون من قبل المواطنين ومن قبل أصحاب المحال هنا في منطقة الكربة بمصر الجديدة، وأيضا حالة من الالتزام التام، حالة من وجود الأمني المكثف من قبل قوات الأمن من رجال الشرطة المصرية الباسلة. يعني منذ بداية الساعة 7 مساء يعني قامت قوات الشرطة بالانتشار في جميع الميادين والطرق والمحاور وأيضا الشوارع الفرعية هنا بمنطقة الكربة بمصر الجديدة، حيث قامت بوضع الارتكازات الأمنية وأيضا الأكمنة الثابتة، بالإضافة إلى التجول بعدد من الدوريات المتحركة من أجل فرض حالة حظر التجوال هنا. ويعني لكن ربما هناك بعض الحالات المستثناة من حظر التجوال، منها يعني الأطباء، الصحفيين، الإعلاميين، وعربات النقل، أيضا بعض عاملي التوصيل، عربات النقل للمواد الغذائية. النقل هناك يعني ثلاث فئات
هناك ثلاث فئات من عربات النقل التي تنقل المواد البترولية، وعربات نقل الأدوية، وعربات نقل السلع والمواد الغذائية، هذا بالطبع إلى الدراجات البخارية الخاصة بعاملي الدليفري الذين يقومون بنقل الأدوية وتوصيل الأدوية وبعض السلع الغذائية للمواطنين في المنازل. يعني هذه المنطقة قبل الساعة 7 وعلى مدار اليوم يعني مليئة بالمارة، مليئة بالمواطنين، ولكن يعني مع بدء فرض ساعات حظر التجوال يعني هي الآن خاوية تماما من المارة في جميع الشوارع وجميع المحاور الفرعية والرئيسية. يعني إشادة أيضا من قبل المواطنين بعض المارة من المستثنين من قرار الحظر، يعني تحدثنا إليه منذ قليل، أشاد بجهود الدولة وأشاد بجهود وزارة الداخلية في يعني عملية تأمين فرض حظر التجوال وتطبيق القانون بكل حسم وصرامة. وهناك أيضا استجابة واضحة من المواطنين. أنا بشكركم شكر جزيل، أحمد ممدوح من منطقة وسط البلد، وياسين سيف من ميدان الكربة مراسلي قناة نيل الأخبار، شكرا لكم شكر جزيل. بنستكمل مجموعة من الأخبار، والعدد اللي بيخرج من وزارة الصحة عن الحالات الجديدة والحالات المتحولة من إيجابية إلى سلبية وما إلى ذلك، هناك اليوم 40 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا أعلن عنها اليوم، هناك 161 حالة تحولت النتائج الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية. أيضا خرج 5 حالات لمصريين متعافين بشكل كامل، وبكده بيرتفع عدد الحالات الخاصة بالشفاء الكامل ل 121 حالة حتى يوم السبت. الحالات الوفاة اليوم 6 حالات وفاة، إيطالي و5 مصريين من محافظات القاهرة، دمياط، منيا، بورسعيد. حالات الوفاة حتى هذه اللحظة 36 حالة وفاة حتى هذه اللحظة. تحليل هذه الأرقام بينضم إلي عبر الهاتف دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، تحياتي ليك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك، وقراءتك لهذه الأرقام اللي ظهرت اليوم، تفضل. الحقيقة أن البيانات الدورية اللي بتعلنها وزارة الصحة بتؤكد على الشفافية والمصارحة بين الحكومة المصرية والمواطنين، وعايز أقول أنه البيانات اللي حضرتك بتعرضيها دلوقتي على الشاشة بتؤكد أنه في يوميا حالات بتتم مضاعفتها وحالات بتخرج تماما لانها الحمد لله تم شفائها. ولو مسكنا الارقام الحقيقه وبنحللها هنشوف مثلا انه عدد الحالات في مصر حتى هذه اللحظه 576 حاله، الحالات اللي تم خروجها من المستشفيات 121 حاله، واللي تعافت واللي اصبحت تاثيرها سلبيه 161 حاله. ده بيدل الحقيقه على انه الاجراءات اللي بتتم داخل المستشفيات المصريه في علاج مرض كورونا او كوفيد 19 الموجود حاليا هي اجراءات جيده جدا، ولو قارناها باي بلد في اوروبا دلوقتي او في العالم هنبص نلاقي ان الوضع في مصر الحقيقه الى حد كبير تحت السيطره، وده نتيجه الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه وكمان تعاون المواطنين في انهم تمام. ايه الفرق ما بين حاله من ايجابيه الى سلبيه والشفاء التام؟ يعني ايه الفرق ما بين الرقمين؟ الفرق انه الحالات اللي بتتحول من ايجابيه لسلبيه هنا ده بالنسبه لتحليل بي سي ار، اما الشفاء التام معناها ان المريض فعلا تم شفائه ولم يعد فيه اي مشاكل صحيه اخرى حتى انه يقدر يخرج للبيت ويخرج من المستشفى. قراءة حضرتك لهذه الأرقام بتدل أنه المنحنى بيسير في اتجاه معقول إذا جاز لنا القول؟ بالضبط كده، أيوة، لأن احنا لو شفنا معدلات الإصابة اليومية ده معناه أنه في زيادة، لكن هذه الزيادة لازالت تحت السيطرة، ويمكن للأطقم الطبية وجهودية المستشفيات المصرية أنها تتعامل معها بشكل ممتاز، وده الحقيقة يعني إن كان في فضل سنرجع ل
استجابة المواطنين للإجراءات الاحترازية والقواعد والإجراءات اللي اتخذتها الحكومة، وبالتالي ده نقدر نقول إنه تمام نجاح بالإجراءات دي ونجاح بالشعب اللي بيسمع كده. أشكرك شكر جزيل على التواجد معي دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة كلية الطب جامعة عين شمس، شكرا لك. القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر النهاردة لعملية التعقيم والتطهير الوقائي لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية. هذه الإجراءات تمت من خلال عربات تعقيم متحركة وأطقم تطهير محمولة لإجراء عمليات التعقيم. القوات المسلحة المصرية، الحسم والسلام. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائي لكل من مشيخة الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لتلك الأماكن ذات القدسية الدينية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه وانتماءاته. وتضمنت أعمال التعقيم الوقائي تطهير كافة المنشآت وواجهات المباني والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات باستخدام المواد الكيميائية المطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال الأطقم المتخصصة والتي أثبت رجالها مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالي لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل قصارى الجهد من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية، بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية. وأثنى فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة وكيل الأزهر الشريف على الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بما يمثله ذلك من حماية للمواطنين. وما أراه اليوم من أعمال وجهود تبذل في كل مكان لتعقيم وتطهير كل المقرات وكل المباني في هذا البلد لتأمين شعبها وتأمين مواطنيها، هذا جهد مهما نقول لا يفي هؤلاء الأبطال حقهم، فليس لي إلا أن أقدم أعظم تحية لهؤلاء الرجال الأبطال، أبطال القوات المسلحة، وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حماه الله وحفظه لهذه البلاد. فيما وجه نيافة الأنباء إرمية الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الشكر والتقدير للقوات المسلحة لجهودها المبذولة في تنفيذ أعمال التطهير واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لجميع منشآت الدولة. في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا مصر في مواجهة فيروس فتاك معدي، نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذه قرارات حاسمة للحفاظ على أولادنا وشبابنا. أشكر القوات المسلحة المصرية بكل قياداتها للقيام بتطهير جميع المنشآت وجميع الطرق التي احتمال أو يحتمل وجود فيها هذا الفيروس. هذا الجيش دائما يوجد بجوار الشعب في كل موقف صعب. أطلب من هذا الشعب أن يمكث في داخل منزله تنفيذ لكل القرارات التي اتخذتها الحكومة
لمصلحة حياتكم وحياة أولادكم وحياة كل من تحبونه، لكي تسلم مصر وتسلموا جميعا. الله يحفظ مصر، يحفظ جيشها. يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، والتي تشهد كثافة عددية من المترددين عليها. متابعة أكثر لعمليات التعقيم في الأماكن المختلفة، بينضم إلي عبر الهاتف دكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات بجامعة بنها. دكتور إبراهيم، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا فندم ومشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. وعمليات التعقيم في الجامعات والموجودة في المحافظة، محافظة القليوبية، أعتقد أنها بتسير وفق جدول زمني تطلعنا عليه، تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا الحقيقة عندنا بداية الأزمة الفيروس كورونا من بداية نص يناير، أجازة يناير، عملنا وحدة خلية أزمة ما بيننا وبين، طبعا بالاتفاق ما بيننا وبين المحافظة، الأزمات والكوارث بالمحافظة، وتم التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية، وتم الحقيقة طبعا بالتوجيه مع المحافظ الجزئية دكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، دكتورة راندا نائب رئيس الجامعة، مديرية الشؤون الصحية، كل الهيئات التنفيذية اللي موجودة، حطينا سكيدول جدول كامل لكل الكليات اللي عندنا. احنا عندنا 15 كلية ومعهد، وطبعا بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية وإلى المدن الجامعية، وتم التنسيق تماما، وتم طبعا بالتنسيق بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية الهيئة العامة للمستشفيات الجامعية التابعة إلى المجلس الأعلى للجامعات، الحقيقة تم التنسيق وتم عمل جدول وتم رشد، بالإضافة إن في بعض من رجال الأعمال انضم إلينا في هذه الملحمة الجميلة، وخرجنا بره نطاق أسوار الجامعة، وتم عمل تعقيم تام للشوارع، معظم شوارع القليوبية بنها والأزقة والعزب والنبوع، وبدأنا دلوقتي حضرتك بنطلب بالاسم ان احنا محتاجين وحدة الأزمات والكوارث اللي موجودة عشان تنزل بعض من القرى المتاخمة لمدينة بنها. تمام، لأن ده واجب بالتأكيد للجميع، يعني وأنه تم من حضراتكم بشكل جيد وعملي، بشجع الجميع على طلب هذه الخدمة. أنا بشكرك شكر جزيل على التواجد معايا دكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات بجامعة بنها. لازلنا في محاولة لمتابعة جهود الوزراء، مجلس الوزراء بشكل عام، لتنفيذ العديد من القوانين والموضوعات اللي بتهم الحياة اليومية للمواطنين. وكنا بنتكلم في الأخبار على الإقرار الخاص من مجلس الوزراء على مشروع قانون صرف العلاوات الخمس اللي أعدته الهيئة. بتنضم إلي عبر الهاتف دكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. دكتورة نيفين، تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا وسهلا يا فندم، بتشرف اكون موجوده مع حضرتك في التلفزيون. الشرف لينا، وكل التقدير للجهود المبذوله من قبل الوزاره، وتوضح لنا اكثر ما تم في متن هذه الموافقه من مجلس الوزراء، تفضلي. الحقيقه كنا يعني يمكن حوار المعاشات او العلاوات الخمس كان قعد فتره طويله في صولات وجولات بين اصحاب المعاشات وبين الحكومة المصرية وبالتحديد وزارة التضامن. تم حسمها من قبل فخامة الرئيس لصالح أصحاب المعاشات، والوزارة تقدمت بمسودة قانون لمجلس الوزراء. ويعني في هذه الآونة اللي مصر فيها بتمر بأزمة وإن شاء الله تخرج منها أقوى من الأول وأكثر صلابة، كان في حزمة من التيسيرات مقدمة من فخامة الرئيس ومقترحات مقدمة من السيد رئيس مجلس الوزراء. تمام. لاقت القبول. المسودة القانون أعدناها بالتنسيق مع السيد وزير المالية وتقدمنا فيها المجلس الوزراء، تمت الموافقة عليها. المستفيدين من العلاوات الخمس 2.4 مليون مواطن هيتأثر معاشاتهم إيجابا، وهيكون في حزمة من المزايا سواء دفعة واحدة أو زيادة في المعاشات في الفترة القادمة. الحزمة دي هتتكلف الدولة عن الفترة السابقة 27.6 مليار، في السنة الجديدة اللي هو 2021 هيزيد على هذا المبلغ حوالي 7 مليار إضافي. طيب، في نقطتين بس محتاجين نفهمهم أكتر، إنه في جدول هيتم وضعه لعملية الصرف. المفروض إن إحنا عملية الصرف بتاعت المعاشات الخمس
المعتمشات الخمسة هتبتدي إن شاء الله في 1/7 تمام 2020، لأن بعد المرحلة بتاعت موافقة مجلس الوزراء بنتقدم بالقانون لمجلس النواب، وبيتحط آليات الصرف، وأدرجت خلاص الموازنة بتاعته في السنة المالية الجديدة 2021. وكان في كلام عن صرف المتجمد كمان اللي هو اللي فات للسنين اللي فاتت، التوضيح أكتر للنقطة دي. مظبوط، هو المتجمد هو اللي تكلفته 27.6 مليار. تمام. وإن شاء الله السنة الجديدة تكلفتها 35 مليار تم ضخها لموازنة السنة الجديدة للصرف على المعاشات، هيتم صرفهم على دفعات لأصحاب المعاشات في السنة الجديدة إن شاء الله، بالإضافة إلى أن السنة الجديدة تحمل بشرة لأصحاب المعاشات بزيادة نسبة الزيادة بتاعتهم نسبة حوالي 14%. معنى كده أن شهر 7 هيكون يعني شهر مبشر لكثير من مستحقين المعاشات والمستفيدين منها. بالتوازي طبعا يمكن أصحاب المعاشات اللي هيصرفوا أول الشهر القادم احنا بنوصيهم بأنه يلتزموا بالشرائح اللي احنا نزلناها عشان نتفادى التكدس أمام مكاتب البريد. بالضبط. احنا طلبنا أن كل اللي هم بيقبضوا أقل من 1000 جنيه يكونوا بيقبضوا يوم 1 و2 و3 من مكاتب البريد أو من الـ ATM من الصراف الآلي للبنوك. يوم 5 و6 و7 هيكون موجه للي من 1000 ل2000، وبعدين من 2000 ل3 اليومين الذين يليهم. فهنفرد الصرف على مدار 9 أيام تقريبا علشان الناس ما يحصلش في زحمة. تمام، واضح انه يعني هي الميزانية ادرجت وكل هذا هيتم في يوليو القادم بإذن الله. الأوقات اللي موجودة حاليا أوقات صعبة على الجميع، الحكومة بأكملها بتحاول انها تخفف من وطأة الآثار لما يحدث في العالم بأكمله. وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الأيام ما الذي تقدمه بعيدا عن أصحاب المعاشات في الحالة الموجود فيها ليس مصر فقط ولكن العالم بأكمله؟ تفضل يا دكتور. طبعا المعاشات كان ملف يعني هام جدا، زي ما شفتي قيمته كده قد ايه بتؤثر وهتؤثر في السوق المصري جدا، وكان كمان مرجأ من سنين طويلة كتير. بالضبط، وهيحفز الاستهلاك لان في اقل من سنة بيتضخ حوالي 28 مليار بالاضافة لسبعة تانيين. اما بالنسبة لأسر تكافل وكرامة فاحنا بنزودهم هذا العام وبدءا من الربع الأخير في السنة من شهر إبريل بيتم زيادتهم تدريجيا 100,000 أسرة علشان سد احتياجات الأسر ودعم الأسر وتغطيتهم بأكبر حزمة حماية ممكنة. بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية هيكون في توزيع مكثف لكراتين أغذية لبرضو القرى، سواء القرى اللي تضررت اقتصاديا أو سواء القرى اللي عايزين نحافظ على صحتها. تمام. وطالبين إنهم يبقوا بالمنازل. في كمان يعني حزمة من المنظفات والمطهرات والأدوات مستلزمات المعيشة، الجمعيات الأهلية بتتعاون معانا في توفيرها، وبنك ناصر مقدم برضو حزمة مزايا لهذه الأسر. الحقيقة كمان إحنا نازلين بفريق متطوعين كبير بيساعد في تنظيم المجتمع وفي يعني التوعية وفي توزيع الحزم المزايا اللي بنوفرها للأسر. كل الجهود مشكورة، ولكن يبقى بالتأكيد موضوع المعاشات واحد من أكبر الإنجازات وأيضا واحد من أكبر الأرقام اللي بتتم موجودة في ميزانية الدولة. شكر جزيل لكل القائمين على هذا الموضوع بتوجيهات سيد رئيس الجمهورية. بالتأكيد شكرا لك، شكر جزيل وزير التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج على هذا المجهود والتواجد معنا أيضا. بنستكمل مجموعة من الأخبار. وزير التنمية المحلية
وجه للمحافظين غلق جميع الشواطئ في محافظات الجمهورية بأكملها. طبعا هذا القرار جاء بعد الصور اللي تم تداولها في أماكن مختلفة من المحافظات المصرية، وبالتالي تم إغلاق كل الشواطئ حتى إشعار آخر. القرار جاء بناء على ما تم تداوله من صور ومن ممارسات من قبل مواطنين غير مقدرين لمسؤولية الوقت اللي بيمر بالوطن بأكمله. أيضا تم التعامل مع متعهدي النظافة والخدمات داخل الشوارع لإمكانية التدخل السريع والقيام بعمليات التنظيف والتعقيم والتطهير في هذه الأيام. النيابة العامة أعلنت أنها ستتصدى لمروجي الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة. تم تداول على مدار الأيام أو الأسابيع الماضية كمية ضخمة جدا من الأخبار حول فيروس كورونا، وأغلبها غير صحيح، وبالتالي هيتم تطبيق نصوص القانون وبأشد العقوبات. النيابة نشدت الجميع بتوخي الحذر، وأيضا أنه هناك مجموعة من الأرقام موجودة على الشاشات للإبلاغ عن ترويج لهذه الإشاعات وتقديم الأدلة، وهيتم التعامل وفق للمواد 80 و102 مكرر و188 من قانون العقوبات. بنستكمل هذه الجولة مشاهدينا الكرام، وحان ميعاد الحوار الأول لهذه الليلة، وهيكون خاص بالحرب الموجودة بين الشركات بأكملها لإصدار لقاح جديد. صحة هذه المعلومات وأيضا قراءة في الأرقام اللي بتصدر يوميا من وزارة الصحة، وأيضا كيف تعاملت الصين بهذا الشكل الناجح، هيكون ضيفي في هذا الحوار دكتور محمد سمير عنتر مدير عام مستشفى الحميات سابقا. وفاصل ونبدأ هذا الحوار. شكرا لحضرتك. خطوات متوالية يتخذها البنك المركزي لتحفيز مختلف الصناعات التي تتلقى ضربات متتالية جراء استمرار تأثير انتشار فيروس كورونا. كان آخر هذه الخطوات إعلان البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة متناقصة تبدأ 8%. وتشمل المبادرة محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن القرار يشمل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى 1 مليار جنيه، الأمر الذي يوسع من قاعدة الاستفادة من هذه المبادرة في السوق المصرية. وأكد المركزي استمرار سريان مبادرة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة 5% متناقصة للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، والتي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه. كما وافق البنك المركزي على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا. يأتي هذا تنفيذا لتكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية، وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا في ظل مطالبات أساسية من المصدرين والمنتجين الزراعيين لاستفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر من العام الماضي بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% عن طريق البنوك، لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى 1 مليار جنيه.